طيب
بدأ ينفصل. يبقى دي أنهي مرحلة؟ الأنا فيس. حاجة مكتوبة عليهم. يعني الصورة دي بيكون فيها ستيجز أوف إيه؟ مايتوزيس. ممكن أقول لك إنيوميريت الستيجز بالترتيب. بروفيس، ميتافيس، أنافيس، تولوفيس. طب شوف الصورة دي. إيه ده؟ كروموسوم. طيب يا جماعة الصورة دي ألوان ولا أبيض وأسود؟ يبقى ده إي إف أوف نورمال، ده طبيعي. هيومن كروموسوم. ممكن تقول لي ده أي نوع من كروموسومز؟ أكوردنج لموضع السنترومير. ده سؤال، ما هو ده سؤال يجي، ده محتاج إن أنت تقعد تذاكر له. ده كومن سنس كده. طيب حد شاطر يقول لي إيه كل الخيوط دي؟ هو ده الدي إن إيه. يعني طبعا هنا ده مكان ايه؟ سنتروبين. لو شاورتها بالديل كده تيلومير. طب ده كروماتين مش كده؟ طب مين البي هنا اقصر من مين؟ من الكيو. يبقى ده صار من تسلسل الكروموسوم. ممكن يقول اديني مثال. انا عايزه نوع الكروموسوم معروف له صف تسلسل. الاكس كروموسوم. فاكرين اكس بيبقى صار متسل، انما الواي اكروسل. طيب حد شاطر من ولادي يقول لي ايه الصوره دي؟ لا ثانيه واحده اللي تكتب في عينك، هي دي مقصوصه؟ ولا دي كروموزومز مفرود على السلايد؟ بيسموها ميتافيز سبريد. ده اللي بنشوفه باللايت ايه؟ يبقى ده ال ام اوف ميتافيز سبريد. استنى الكروموزومز دي في أي مرحلة عشان أشوفها كل واحدة فتلتين ممسوكين عند السنترومير مش دي في مرحلة الميتافيز؟ يبقى عايز يقول إن أنا خدت الكروموزومز في مرحلة الميتافيز وفردتها على سطح. طب إيه التكنيك الصبغة اللي عاملينها علشان أشوف حد شايف دي؟ في أحمر وسط يعني في صبغة دي اسمها باندنج تكنيك. اسمها إيه تاني؟ طب إيه ده؟ دي بقى اسميها كاريوتايب. خلي بالك يعني ايه كاريوتايب؟ دراسه الكروموزومز. حد فاكر اللي انا بشوفه تحت الميكروسكوب هو ده. انما انا بقى هاخد دي الصوره بتاع الدكتوره، فاكره ما قلنا هنصورها وناخد الصوره ونعمل ايه؟ نقصقصها ونحط كل الاثنين شبه بعض جنب بعض. رتبناهم الاول اكوردنج ليه؟ للطول. الى كم جروب؟ سبعة جروبس A B C D E F G صح كده؟ ثم يا جماعة كل جروب ليهم طول descending من أطوالهم لإيه؟ لأقصر. ثم according لإيه؟ للـ ما هي دي descending. ثم according لموضع مين؟ السنتروم. في متاسنتريك ثم صف إيه؟ متاسنتريك ثم أكرو سنتريك. هو في تيلو سنتريك في البني آدمين؟ طيب حد شاطر يقول لي بقى إيه التكنيك ده؟ باندنج اللي طلع لي باند مختلفة بألوان مختلفة على الكروموزومز. ولو هم نفس البيض مين خد باله؟ نفس الألوان ترتيبها ونفس المكان. دي سهلت قوي إني أشوف مين جوز مين. المشكلة اللي معايا تليفونه من بتوع الجرة في المستشفى مش مختار ده في دخل المستشفى. طب إيه ده؟ مين ولا في مين؟ عرفت ازاي؟ ما حتى لو مش شايف وقاعد بعيد في اخر معمل ومش شايف مكتوب اكس وواي صح كده؟ مين القصير ده؟ الموف. انما الاكس بيبقى طويل. طب يبقى ده ميل ولا لا؟ طب يبقى ده كاريو تايبنج اوف نورمال هيومن. خدت بالك الاجواز كلها بيبس العدد مظبوط مفيش حاجه ناقصه ولا حاجه زياده صح كده؟ طب يبقى ده نورمال ولا لا؟ وعرفنا انه ميل. طب ايه ده؟ مين ولا في مين؟ في مين؟ دي اكس اكس اهي. يبقى دي يبقى كاريو تايبنج اوف نورمال هيومن. الصور دي لغايه دلوقتي كلها في الاطلس. طيب ايه ده؟ الحقيقه انا في الاطلس عشان ما لخبطكوش كنت حاطه الوحيده اللي فيها مرض كنت حاطاها ابيض واسود عشان تاخد بالك ان دي فيها حاجه غلط. حد شايف دي؟ انت دايما لما تبص على كاري بايبنج شوفهم كلهم بيرز ولا لا؟ طب هنا دول ايه؟ ثلاثة. حد فاكر كلمة تراي؟
يعني في 47 كروموزوم والواحدة الزيادة دي شبه واحدة من بيرز. فلو قلت ترايزومي 21 يبقى شبه أي بير؟ البير رقم 21. مش دي كنا بنطلق عليها داون سيندروم؟ حد يقول لي تو كاركترز داون سيندروم؟ المونغول ايه؟ فيسز وايه كمان؟ حبيبي لو ناس مينتال ايه؟ ريتارديشن. كل السندرومز في مينتال ايه؟ ريتارديشن. طب بس عنده 47 وترايز في 21. طيب مين يقول لي ده؟ اولا دي كلها بيرز ولا؟ طيب هنا في ايه؟ اكس واحده ومفيش حاجه جنبها، يبقى دي ناقصة واحدة ولا؟ يبقى دي 45 اكس او اكس 0 اللي هو ترنر سيندروم. قول لي تو كاركترز. مينتال ايه؟ ريتارديشن وعندها undeveloped sexual organs او immature sexual organs. طيب حد شاطر يقول لي ايه ده؟ ده في بص بص كلها فيروس. بلاحظ ده ال ان اكس ضربهم واي يبقى اكس اكس واي يبقى كلاين فيتو. يعني عنده كام كروموزوم؟ 47. مين الزياده؟ في واحده اكس زياده. طب حد فاكر ده عنده منتال ريتارديشن وعنده هو طول بس عنده السمول تستس وعنده برضه واللارج بريست اي حاجه بقى اللي انت عارفها. يعني تقلب كلام مين ده؟ في اكس وواي وكله ازواج اهو، يبقى ده في حاجه غلط ولا ده نورمال؟ على فكره معاكم كراسه العمل في اخرها كده بنصور صوره لترايبلويد، يعني كاريو تايبنج كده، وحتى بس مكتوب سؤال عليها ايه النوع ده. كاريو تايبنج عارفين يا جماعه كله تلاتات مش بيرز، يعني تلات اطقم. حد فاكر تلاته ايه دي اسمها ايه؟ ترايبلويدي ده نيوميريكال ابريشن. ايه ده؟ ايه ده؟ دي فيز. حد شايف دول؟ بدأوا ينفصلوا ودي الميتوتك ايه؟ سبيندل. يبقى دي ميتوزز. انهي مرحلة من الميتوزز في الانا فيز؟ نخش مع بلط. خد بالك البلط اهم حاجة العدد امتى يزيد وامتى ايه؟ يقل، وان تبقى عارف على الاقل وظيفتين لكل سنه. تيجي نشوفهم مع بعض، نشوف الاسئله تبقى ازاي. طب في البيت هتراجع مين؟ البلاد سيلز. وهتراجع في ايه كمان يا ولادي؟ هتراجعوا الابيثيليا سمبل وستراتيفايد. ايه اللي هتراجعوه فيه؟ انت مش هقول لك شكله ايه؟ انت شايف شكله بتقول ده سمبل كيوبيكال مثلا. طب مكانين لكل نوع. ويا سلام مع الفانكشن. ومين يفكرني انا كنت بحفظ ايه بناء على ايه؟ السايت اكوردنج لمين؟ الفانكشن. يبقى النهارده هراجع مين؟ اهم حاجه ابتدي بيها الابيثيليوم، لان الابيثيليوم ما امتحناهوش قبل كده في النظر. هراجع انهي نوعين؟ سيمبل وستراتيفايد. يعني سيبك بقى من جلاندولار كاونت كله مش وقت النهارده. خلاص كده؟ سيمبل وستراتيفايد. فانكشن وسايت. طيب ايه ده؟ ايه ده؟ ارمسي متصوره دي بايه؟ هما الاثنين الكترومايكروسكوب، يعني هنا لايت فشايفه ايه ده؟ ملونه من فوق، لكن دي ابيض واسود ودي ابيض واسود. انا عندي نوعين من اي اف. هنا اللي موريني تركيبها الداخلي ده ايه؟ ترانسميشن اي اف، وشايفه الاندوثيليوم اللي بيبطن الكابيلاري، يعني ده كابيلاري شايفينه؟ وده الاندوثيليوم اهو. طب وده الار بي سيز يا جماعه، فاكرين ار بي سيز بتبقى باي كونكيف، والاسود ده مين؟ الهيموم. مش قلنا الكترون دنس؟ حد شاطر بقى يقول لي ده ترانسميشن الكترومايكروسكوب، لكن ده ايه؟ سكاننج اللي بيوريني الصوره.
صورة 3 dimensional من بره. طيب حد يقول لي بقى دي كبرناها بقى، شايفين الضغط؟ عارف رغيفة عيش؟ يعني المنظر ده مين على طول؟ بيزيز، والحتة اللي في النص مدفوسة لجوه عشان هي باي كونكيف. دكتور ده سكاننج اي ام او ار بي سيز. قول لي النورمال نمبر اباوت المتوسط 5 مليون بير كيوبيك مليمتر او اكتر. طيب حد شاطر يقول لي ايه دي؟ على فكره ده بلاد ايه؟ فيلم. كل دول ار بي سيز. واي از ذا سنتر بي؟ هو ده سؤال. ليه سنتر بي؟ عشان لس هيموجلوبين لانه باي كونكيف. يبقى مين ارفع؟ السنتر ارفع من البريف، يبقى فيها لس ايه؟ هيموجلوبين. يعني ده كلام يا جماعه مش محتاج ان انا اقعد اذاكر، محتاج ده سنس. طيب حد شاطر يقول لي ايه دول؟ عرفت ايه؟ بص 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 بص، علم الفصوص ثلاثة أو أكتر دي نيوتن. يبقى ده كم كم بص ده خمسة شايفينهم؟ طب يبقى أنا مين؟ دي نيوتن. ودي كمان برسنتج. دي الأسئلة منشن وان فانكشن. فالجو سيتوزس. طيب حد شاطر يقول لي إيه دي؟ نيوتن. طب إيه ده؟ موجود في كم في المية من يوتيوب؟ في البنات الخمسة، وفي قول آخر 3-6%. طيب حد شاطر يقول لي إمتى النمبر بيزيد؟ بصوا أنا بقول لكم الأسئلة يعني حتى أنت في البيت يا دوب تفرها قراية بسرعة كده. أكيوت بايوجينيك إنفكشن زي أكيوت تونسيلايتس، أكيوت أبندسايتس، أكيوت أبسس. طيب إيه الصورة دي؟ ده بلاد فيلم ولا لا؟ طيب ايه ده؟ يطرو في الودي بار بودي. امال ايه دول؟ ليه؟ طب حد يقول لي نقص ان يطرو في البحرات؟ تي تي فاكرها تي تي؟ تي بي تايفويد انفلونزا. طيب حد شاطر بقى يقول لي البليتس عددها 200,000 400,000. نقص البليتس اسمه ده نتيجة ايه؟ يا اما بان سايتوبينيا اللي هو تدمير مين؟ البون مارو، يا اما اوتو اميون. دي لسه قايلها النهارده. طيب مين يقول لي ايه ده؟ حد شايف النقط لونها ايه؟ نقط. في حد يقول زرقاء؟ هي مين اللي زرقاء؟ ايه ده مش فاهمه خالص. طب هنا بقى اها الشاشتين اللي في الجناب باينة قوي ناقصة. لا لا لا، مهم قوي ان الايزان ممكن كل اللي معاه تسجيل فيه. لا صوتي او مرئي انا عايز